طيب قبل ما نتكلم بقى على المواضع اللي يجب على المرأة فيها انها تغتسل عشان البنات والستات بتحتار، خلينا بس نذكر مشاهدينا ان ارقامنا تنزل قدام حضراتكم على الشاشة، اي حد عنده استفسار او تساؤل يقدر يبعت لنا رسالة على رقم الواتساب وان شاء الله فريق الاعداد هيتصل بيه مشكورا، ونسعد بسماع اسئلتكم ومشاركاتكم. دكتور حاتم، لو رجعنا تاني لمسألة الغسل، عايزين نعرف من حضرتك ايه الامور اللي توجب على المرأة الاغتسال؟ واحد، الجماع او الجنابة. تمام. اتنين، انقضاء دم الحيض. وينقضي دم الحيض برؤية القصات البيضاء، الماء الشفاف اللي معناه ان خلاص ما فيش حاجة، المواد المطهرة دخلت الى الرحم فلم تجد شيئا تطهره، خلاص بقى نضيف تمام. فإذا ظهرت القصة البيضاء انقطع الحيض وأجب على المرأة الاغتسال علشان تصلي وتصوم إذا كانت في رمضان وتحل لزوجها. طيب بعض النساء تقدرش إنها ترى القصة البيضاء أو تحدد. تمام. لكن الدم بيفضل يحصل إيه في الحيض؟ يفضل الدم لونه يبهت تدريجيا لغاية ما ندخل في القدرة والصفرة، وبعدين تنقطع القدرة والصفرة، مش لازم تشوف القصة البيضاء. يعني هي القدرة والصفرة دول تبع فترة الحيض؟ ما دامت متصلة بدم الحيض وداخل فترة الحيض فهي من الحيض. فبمجرد ما تنتهي القدرة والصفرة المتصلة بالحيض، ويعني ترى المرأة القصة البيضاء أو لا ترى، ترى الماء الشفاف ده ولا لا ترى، بس انقطعت خلاص القدرة والصفرة، يبقى خلاص طهرت من حيضها وتغتسل وتصلي وتصوم إن كانت في رمضان وتحل لزوجها. الحاجة الثالثة اللي هي موضع غسل بالنسبة للمرأة، انقطاع النفاس. دم النفاس اللي هو دم ولادة، تطهر المرأة من النفاس بأحد أمرين. الأول أنها تتم 40 يوما بعد الولادة، يفضل الدم ينزل لغاية ما نوصل 40 يوم. يبقى يوم ما تمت اليوم الأربعين حتى لو الدم لسه بينزل طهرت. والدم اللي هو من أول اليوم الواحد وأربعين دم استحاضة. وانقضى النفاس، دم نزيف يعني استحاضة. وانقضى النفاس شرعا بتمام اليوم الأربعين حتى لو ما زال الدم بينزل. أو تطهر المرأة من النفاس بانقطاع الدم في أي وقت كان، حتى لو لسه ما جابتش الأربعين يوم، حتى لو بعد ثلاثة أيام. تمام. لو بعد ثلاثة أيام من الولادة انقطع الدم ومنزلش تاني، خلاص طهرت من النفاس وتقوم تغتسل وتحل لزوجها وتصلي وتصوم كل حاجة. يبقى تطهر المرأة من النفاس بأحد أمرين، إما بانقضاء 40 يوما مع بقاء الدم، وإما بانقطاع الدم قبل الأربعين. انقطع قبل الأربعين طهرت في لحظة انقطاع، استمر لغاية 40، مش هنستنى بعد الـ40. بعض الستات الحديث ينقطع الدم في فترة النفاس مثلا حوالي 4-5 أيام وهي تظن أن كده خلصت فترة نفاسها، خلصت وبعدين تتفاجئ أن في نزول دم مرة تانية، المدة دي تبقى إيه يا دكتور؟ الدم المتخلل، الطهر المتخلل للحيض أو النفاس. أيه. مسألة تكلم فيها الفقهاء. الآن هي حائض وبعدين جت يومين في وسط الحيض انقطع الدم وقعدت طاهر وظنت انها طهرت، بس بعد اليومين رجع الدم نزل مره ثانيه. الراجح من كلام الفقهاء في هذه المساله ان الطهر المتخلله للحيض او النفاس طهر، وانه ما دام في مده معتبره ضبطها الحنفيه مثلا بيوم وليله، خمس صلوات، انقطع فيها الدم يبقى ده طهر، وتغتسل وتصلي وتصوم لو كان في رمضان، وبعدين اذا عودها الدم تعود مره اخرى الى حكم الحيض. ولا يلزمها على الراجح الصحيح قضاء هذه الايام التي صامتها مثلا في رمضان في الايام المتخلله للحيض هذه. لان الراجح كما قلت ان الطهر المتخلل للحيض والطهر المتخلل للنفاس اذا كان طهرا معتبرا، يعني يوم كامل كده وليله كامله، يبقى ده خلاص طهر وتصلي فيه، وبعدين اذا رجع الدم عودها مره ثانيه تعودوا الى حكم الحيض او النفاس. تمام. طيب.